Why Denmark is not recognizing us as refugees? Why don't we get the permission to stay here? Other countries, European countries, are recognizing us as refugees. It's just unfair for us. What is how did Assad come to Denmark? طلعت بالشهر بالطريق من ايد مهرب لايد مهرب من السوريا. Was smuggled for during one month from Syria to Denmark. How? يلزم البحرار في المطار رحت بالمطار ما بعرف من وين هي دولة دول الدين. He doesn't even know the countries he went through, but he changed many ways of traveling by. Where did he plan to go? When can it come back? دولة أوروبية مش He didn't plan to go anywhere. He just wanted to get out of Syria, and he just wanted protection to any European country. So how did he end up in Denmark? يعني جابوني بسيارة على كوبنهاغن وقالوا لي هاي دنمارك. And how did you get caught and why did you end up right here in Denmark, not in Sweden, not in Norway? ليش وصلتي هون مو بالسويد مو بالمكان ثاني؟ أنا جيت لهون ما كنت أفكر اللجوء هيك، أنا إلي أخت إلها 14 سنة هون وأخت عايشة وهي اللي قنعتني أقدم اللجوء، أنا ما كنت أعرف لا لجوء ولا أي شيء. أنا هربت من عند أهلي مشان أتخبى عند أختي، ما كنت لاعب ثاني لا في لجوء ولا في حقوق إنسان ولا أي شيء. أنا أجيت قالت لي روحي وقنعتني هي وجيرانها وهي تويت وأخذتني عند منظمة حقوق الإنسان اللي بأوغست وقالوا لها هن بيقدروا يساعدوها لأن قلت لها أنا ما بدي أعمل إشي لحتى أشوف إنه في شيء مضبوط هون، أنا لا بعرف في أي شيء يعني. She has a sister in Denmark. Her sister has been living here for 14 years. How long? 14 years. And she didn't know anything about asylum. She just wanted protection. And then people said that there are human rights in Denmark, and she wanted to seek asylum. To escape the situation in Syria. ولو بعرف هيك انا راح اتبهدل، انا اللجوء كله ما اتذكر ولا عشت بالكمات ولا اي شيء. If she if she has known that this is the case in Denmark, she would have never applied for asylum in this country because she's feeling really terrible about the way she's treated. What's your normal life in the asylum centers? Can you describe what? شو بتعملي بمركز اللجوء بالمخيم بالكامل؟ كنت اروح مدرسه وبركتيك بس نفسيتي كثير كثير تعبانه، عم اروح عند دكتور سكولوك، انا كثير تعبت ما عم اقدر نام ما باكل ولا اي شيء. In the beginning she used to go to school and do practice what they give to asylum seekers in the camps. But now she is suffering from depression and she has to go to a psychiatrist. And she's really depressed now and she can't do anything. 30. قالوا نحن بس بدنا نعرف مصيرنا ما بدنا اي شيء. Yeah. Yeah, so the ear class for the yeah, but the winter the three person the class. Tak. أبو أمينة وإنجليزي أحسن هي ولا أنت؟ أنا بدي لازم هي تفوت ضروري لازم ثلاث أشخاص شخصات أوكي تفضل تصير أربعة كمان ثلاث ثلاثة مو مشكلة ورا أصلا دي كوما فيها بيرسون أوكي؟ ده اوكي ورا نعم بس شارج أو جود إن سي هو مترجم مترجم أو جود دو مترجم سي ها خذها مشكلة شنو؟ جاب لك زيد شو تعمل؟
حكينا وضع السوريين بشكل عام، حكينا وضع السوريين بشكل عام. سعنا بدنا ولا شباب؟ قلنا احنا ما رح نساعدكم كثير، يعني قلنا وصلت رسالتكم لعنا ونحن متاثر كثير، يعني بنعرف الوضع السوري في مشكله، في دم صار، يعني في حروب اهليه صار، يعني انه ما بنفع شيء كثير، بس وصلت رسالتكم لعنا. بدنا الحكومه الدنماركيه تعمل استثناء من اما تعملوا من اتفاقية دولة او انه بلونا الدنمارك. قالنا هو انه هنن السويد ما فيها تدخل بالسياسة الدنمارك. طبعا. بس لازم نحن نضغط عليهم نضل نعمل هالشيء. هو بيعتقد انه نحن عم نصير بالطريق الثاني. الشيء عملته كويس، يعني مثلا جيتوا لهون مثلا يعني نضل لازم نجتمع ونعمل ضغط عليها. هذا بصير صالحكم، يعني ليك حالة الحكومة الدنماركية تطلع عليكم بعيد الاعتبار، مثلا ممكن يعني يفتح قضيتكم، ممكن مثلا يعطيكم ضمان، ما في شغلة. حكينا عن معاناتنا وكل شيء عن الضمان. بدكم تتحركوا، تحركوا اللي صالحكم وكثير كويس، الله يعطيكم العافية ونشكركم وكذا. وكثير كانت معاملتهم كثير منيحة معنا، استقبلونا استقبال كثير كويس. Officially, the asylum will not be treated, the case will not be treated in Sweden because there is this convention, Dublin Convention, that will send us back to Denmark if we seek asylum in another country. Yeah. So what are you going to do now? No, first we ask them for an exception from this treatment convention because there is a bad situation in our country, and I think a human rights should be able to make exceptions for human beings. And they said we don't want to make an exception, we don't want to interfere in the Danish policies. And what we are going to do now is to continue what we started from the hunger strike in May, and we will continue other ways of pressuring the politicians in Denmark to recognize us as refugees. Because we think we have the right to know about our future. We don't want to be frozen and wasting our life in camps for longer. And what are the purpose? What is the purpose with this whole demonstration, this protest? Is to make people and especially politicians know that we are here suffering. We need to be heard. We want them to know that we can't wait anymore. We just want an answer. And what do you hope this will help? I hope that Denmark at least does what Sweden is doing, treat the cases in fast
make an exception for Syrians, give us the right to stay. We have been waiting for a long, long time. Yeah, and also this should influence the whole asylum system in Denmark, because it's criminalizing people and not recognizing their bad situations and the situation they are escaping from their countries. No one would leave his country if he can not. So that's very good. Thank you.